يا سيادة النايف. انت بتتكلم جد يا دي كامل؟ نجحت وباكتساح كمان. انا طول عمري اقول ان انت وش السعد علي. طب كويس انك عارف. يا سلام يا سلام يا اولاد، انا نجحت. يعني انا دلوقتي بقيت سيادة النايب طاهر المصطهي، وبقى معايا حصانة. انت فكرك يا شلبي اني شغلتك في المكان المحترم ده عشان خاطر سواد عيونك؟ ما شغلتك بس عشان خاطر اختي منيرة حبيبتي، ربنا يخلينا لبعض. جت وقفت مكانك هنا، فضلت تسحى وتنحى بدموعها وتتحايل عليا عشان تشغلك. اكتشفت مش عشان تشغلك، لا، اكتشفت عايزة تخلص منك ومن ريحتك المعفنة بتاع المجاري. ليه كده بس يا منير؟ الله. اسمع يا ابني، انت اي شكوى هتيجي من الزباين تاني بسببك هخرجك من المحل ده قفاك يا قمر طست. كده برضه يا منير، اخص عليك يا منمن. ده انا جايب لك معايا حته الدين خبر بسبوسه يا معلم، هديه. كذاب، اللي زيك ما يجيش من وراه اي اخبار حلوه. ايمان مرات اخوك معتز الله يرحمه. تترررتتت مالها؟ اتجوزت واحد مليونير. مليونير؟ بجد يا شلبي؟ اقعد يا شلبي، اقعد. اقعد مش للدرجه دي، عرفت رجلك. انت بتتكلم جد؟ بتكلم بجد طبعا، الحاجات دي فيها هزار يا منير. لا، انا لازم اروح انقذ بنت اخويا معتز، لا يمكن اسمح لها تعيش مع جوز ام. الله ينور عليك يا منير، هو ده الكلام بصح. روح لهم بقى يا معلم واملي عليهم شروطك عشان خاطر ترضى تسيب لهم البيت. اسيب مين؟ اسيب البيت؟ انا لازم انقذ البيت، دي اخر حاجه من ريحه اخويا الله يرحمه معتز. نورتوني يا عرايس. ده نورك يا طنط، ميرسي. قولي لي بقى، امرتك البنوته الحلوه ما جاتش معاكي ليه؟ وديناها عند ماما قبل ما نيجي علشان نقعد معاكي على رواقه. لا مالكيش حق يا ايمان، دي بنت لذيذه قوي، ده انا بموت فيها. والله ربنا يعلم هي بتحب حضرتك قد ايه. ربنا يخليها لك ويحفظها لك يا رب. اقوم بقى اجيب لكم الجاتوه والشاي عشان محضره كل حاجه. لا من فضلك اسمحي لي انا اروح اعمل. لا ما يصحش يا ماما. ايمان ما بقتش غريبه، بقت واحده مننا. اكيد يا حبيبي، والله ربنا عالم غلاوتها عندي قد ايه. يبقى خلاص بقى اسمحي لي اروح اعمل. خلاص يا حبيبتي براحتك. مالك يا حسام، سرحان في ايه حبيبي؟ يا فندم ماما، معلش يا ماما سامحيني، ضغط الشغل مخليني دماغي مش فيا، واليومين الجايين دول عندي عمليتين، مستقبلي كله متوقف عليهم. ادعي لي ربنا يكرمني. ربنا يكرمك يا حبيبي ويوفقك وينوي لك كل اللي في بالك. ما تخافش يا حسام، انت بتعرف ربنا وبتتقي الله في كل اللي بتعمله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تخافش من حاجة خالص. سلام يا منصور. ألف مبروك يا طاهر، ألف مبروك. يعني بجديه بيقولنا ظهر ان انت تسدوا عليه. كله من خيرك يا سيد ياب. يعني انت جديه يا طاهر؟ بقيت نايف في المجلس زي عمي صادق بيه؟ يعني يا ست حكمة، حاجة زي كده تستاهل كل خير يا طاهر. الله يبارك فيك يا ست حكمة، بس انتوا لازم تعرفوا انني مهما كبرت لا ممكن اكبر عليكم ابدا، ده انتوا الخير والبركة والعين ما تعلاش على الحاجب. فيك الخير يا طاهر. وحدان، مالك مسهم كده ليه؟ ابدا يا سيدي، بس بلغني من ناسنا في الصعيد ان في حد بيبيع سلاح، وفي عائلات كتير بتشتري منيه باسعار اقل من اسعارنا بكتير. هو مين ده؟ ايه ايه، هو في حد يستجري يبيع حته سلاح واحده في المنطقه من غير اذنني؟ مين المأسوف على عمره ده؟ دول اتنين يا طاهر، اتنين، واحد اسمه البوب والتاني اسمه لعلو. البوب ولعلو دول رجالة حسام. رجالة حسام؟ يبقى ودي الهلال بيلعب من وراني. ما هو جايز هم اللي ولاد حرام وبيلعبوا من وراه يا سيدياب. هم مين دول اللي بيلعبوا من وراه؟
هو اللي بيلعب من وراكم وبيستخفلكم ومسرح رجالته بالبضاعة. قلت لك قبل سابك اقتله، رحت حطيت يدك بيده وكبرته لغاية ما بيجي ينهش فيك. اهو كل يوم عن يوم بيكبر لحد ما هيجي اليوم اللي مش هتقدر عليه.